قرار وزارة الفلاحة لغلق أسواق الماشية في كل الولايات بعد ثبوت انتشار بؤر الحمى القلعية وطاعون المشترات، إجراء سيساهم في التأثير على معادلة العرض والطلب ونقصا كبيرا في التموين. وممكن غلق الأسواق كما ذكرت، غلق أسواق الماشية لمدة شهر طبعا أكيد يؤثر على التموين من جهة، لأن معظم تجار اللحوم يعني الجزارين يتسوقون بشكل أسبوعي، يعني بشكل أسبوعي، هذا بالنسبة تجار أسواق الجملة. غلق أسواق الماشية لمدة شهر كامل حتما سيستغله الكثير من الجزارين في زيادة أسعار اللحوم الحمراء وكذلك البيضاء التي سيقبل عليها الكثيرون بسبب تفشي وباء الحمى القلعية وطاعون المشترات. لما يتعلق الأمر يعني بالثروة الحيوانية فلابد علينا جميعا أن نتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتها، وبطبيعة الحال إذا لم تكن هنالك إجراءات موازية لأجل وفرة المنتوج خاصة اللحوم الحمراء فإن هذا سوف تترتب عنه يعني زيادات وكذلك عدم وفرة لهذا المنتوج. نحن لا نتمنى أن تكون هنالك ارتدادات في تسعيرة اللحوم الحمراء وأيضا اللحوم البيضاء إذا ما كثر طلب عليها. غلق أسواق الماشية، وسطاء ومضاربون على أبواب الأسواق، ومخاوف كبيرة وسط المواطنين من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء أكثر مما هي عليها.